اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفني يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمه على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ناس كتير تابعتني في الحلقتين اللي فاتوا على الكركم ووجهت لي اسئله كتير جدا، من ضمنها ازاي نستخدم الكركم بصورته الطبيعيه. فالنهارده يا جماعه هنتكلم على خلطات سحريه للكركم اللي بيحتوي على زيوت عطريه واصباغ بتذوب في الماء، خلطات سحريه باسعار رخيصه من الكركم اللي بنشتريه من عند العطار. خليكم معايا ولكن بعد الفصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفصل، واهلا بكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. الكركم يا جماعه من الخلطات السحريه اللي بنستخدمها ليه، بنعمل بيه لبخه الكركم للجلد. يعني لما يحدث كدمات او تورم يا جماعه، بنجيب شويه كركم بنحط عليهم شويه ميه، بنعمل عجينه وبنحطها على مكان الورم يا جماعه، فعاله جدا 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 وكمان مسكن طبيعي للالم. الكركم ممكن احطه مع الجنزبيل يا جماعه، احط نص معلقه كركم مع نص معلقه زنجبيل يا جماعه، واحطهم احط ميه معاهم واغليهم، وبعد كده اشرب المشروب ده مرتين في اليوم. مفيد لايه؟ مفيد للناس الحوامل، مفيد للغثيان بعد الجراحه، الناس اللي بترجع بعد الجراحه، مفيد لدوار الحركه اللي الناس بتركب عربيه وبتدوخ وبترجع، مفيد للعلاج الناس اللي بتاخد علاج كيماوي في السرطانات، مفيد لامراض الجهاز الهضمي. بعد كده ممكن ناخد الكركم يا جماعه مع الليمون، بيعالج لي الام النقرس وبيحسن جوده النوم عندي لو انا بيجيني قلق وتوتر. طب احطه ازاي او اعمله ازاي؟ احط ربع معلقه كركم مع عصير نص ليمونه، وممكن ادي رشه نص قرفه، وممكن احليه بالعسل يا جماعه حسب الرغبه، واشربه كمشروب دافي قبل النوم. طيب دكتور، بالنسبه للامراض الجلديه، اول حاجه والمرض الجلدي اللي تعب الناس كلها اللي هو الصدفيه، لازم احوط مرض الصدفيه من جميع الجهات يا جماعه. يعني اول حاجه استخدم زيت الكركم، اجيبه من عند العطار يا جماعه، ده عباره عن زيت عطري بيستخلصوه من الجذور بتاعه الكركم عن طريق ان هم بيعرضوها لعمليات تقطير خاصه، وبالتالي بمسك الزيت ده يا جماعه وبدهنه على الجلد. كمان ممكن استخدم الزيت ده يا جماعه في الاكل بتاعي، يعني احطه على الاكل بتاعي. كمان ممكن استنشق الريحه بتاعه الزيت، اجيب شويه ميه مغليه يا جماعه واحط عليها نقطتين زيت واستنشق الريحه بتاعه الكركم. ممكن اخد كبسولات الكركم، ولكن دي في صوره مكملات غذائيه، بس لازم يكون مكملات غذائيه موثوق فيها يا جماعه، لكن انا احبذ الكركم بصورته الطبيعيه. ممكن اضيف الكركم للاكل بتاعي، احطه على البيض، احطه في العصير، احطه في اللبن، احطه في الرز، احطه في طبق الخضار، احطه في شوربه الفراخ، احطه في شوربه الخضار المشكل، ادخل الكركم في نظام الاكل بتاعي يا جماعه. شاي الكركم ان انا احط معلقه صغيره على كوبايه ميه مغليه واشربها مرتين في اليوم. اعمل كركم مع زنجبيل مع عصير تفاح، هحط عصير كوبايه عصير تفاح على النار يا جماعه، وهضيف عليها معلقه صغيره من الكركم، هضيف عليها زنجبيل، هضيف عليها قطعه ليمون، واسخنهم لمده 3 دقائق، ابرد المشروب ده واشربه مرتين في اليوم. عندنا يا جماعه حليب الكركم اللي بنسميه المشروب الحليب الذهبي. المشروب اللي انا هكلمكم عليه دلوقتي ممكن تشربوه دافي، او ممكن اعمله في صوره ان انا اعمله في احضره وادهنه على البشره موضعيا كماسك او كقناع. طب احطه ازاي؟ هجيب كوبايه لبن سخنه، احط عليها معلقه عسل، هحط عليها نص معلقه كركم، هحط عليها نص معلقه زنجبيل، هحط عليها نص معلقه هيل مطحون، هحط عليه فلفل اسود، واحط عليه قرنفل مطحون، وممكن احط بهارات زي الفانيليا يا جماعه، واسيب الكوكتيل ده كله يا جماعه على نار هاديه لمده 3 4 دقائق. ممكن بالنسبه للبن، ممكن استخدم اللبن العادي، ممكن استخدم اللبن الرايب، ممكن استخدم حليب اللوز او حليب الصويا او حليب جوز الهند على حسب الرغبه. ممكن كمان احضر ماسك للبشره. الماسك ده عباره عن ايه؟ اجيب بودره الكركم واحط ضعف حجمها ميه، يعني انا لو خدت معلقه كبيره كركم
واحط عليها معلقتين ميه واخلطها يا جماعه، واسخنها لحد ما تبقى لمده 3 دقائق كده، لحد ما تبقى في صوره معجون. بعد كده احطه كماسك على المناطق كلها اللي في جسمي اللي فيها الصدفيه، واغطيها باي ضماده يا جماعه، واسيبها للصبح. عايز اقول لكم ان الطريقه دي او الطرق دي اللي انا ذكرتها كلها مع الصدفيه بتحسن الصدفيه خلال من 9 ل 12 اسبوع. طيب دكتور، بالنسبه لالام الدوره الشهريه ممكن اعمل ايه؟ معلقه كركم صغيره يا جماعه على لبن او عسل، واشربها لمده 7 ايام قبل الدوره ولمده 3 ايام بعد الدوره. ممكن استخدم القرفه والكركم، كوبايه ميه او لبن احط عليها نص معلقه قرفه مع نص معلقه كركم، واشربها على الريق في الصبح. وصفه الكركم لمحاربه حب الشباب، احط جيب الكركم يا جماعه، معلقه صغيره من الكركم معاهم، معلقه صغيره من الزبادي مع معلقه عسل يا جماعه، واحطه على وشي لمده ربع ساعه، بعد كده اغسلها بالميه الدافيه والميه البارده. طيب وصفه الكركم لتبييض البشره، هجيب معلقه عسل صغيره مع معلقه صغيره كركم مع عصير الليمون، واحط الخليط ده المعجون ده يا جماعه لمده 10 ل 15 دقيقه، وبعد كده اغسله بالميه الدافيه، وبعد كده اغسل وشي تاني بميه بارده. على فكره في ناس بتشتكي تقول اصل الكركم يا جماعه احطه على وشي هيديني لون اصفر. انا ممكن اتخلص من الصبغه الصفراء اللي بيسيبها الكركم على الوش يا جماعه عن طريق ان انا اخلط مع الخلطه بتاعتي او اي خلطه احطها على البشره بمعلقه خل تفاح. طيب دكتور، ادينا وصفه للكركم علشان نتخلص بيها من الشعر الزائد. اول حاجه هنجيب نص كوبايه لبن بارد يا جماعه مع نص كوب طحينه مع 2 معلقة كركم، واحطه على الخليط ده كله، اخلطه مع بعض واحطه على مناطق الشعر الزائد بالجسم اللي انا عاوز اتخلص منه، وبعد كده اغسله امتى؟ لما يجف على طول. طيب وصفة الكركم لعلاج تمدد الجلد، احط معلقة زيت زيتون كبيرة مع معلقة صغيرة من الكركم مع عصير الليمون، وافرك البشرة بالخليط ده لمدة 2 مرات في اليوم. طيب وصفة الكركم لعلاج الجروح، هجيب 2 معلقة صغيرين من الكركم يا جماعه مع ميه او زيت جوز الهند، واحطهم يا جماعه اعمل منهم خليط زي مرهم كده، واحطه على الجرح واغطيه لمده 24 ساعه قبل غسله. طيب دكتور، ازاي ازود تاثير الكركم في الجسم؟ اول حاجه يا جماعه اتناوله مع الدهون الصحيه والزيوت الصحيه زي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، والسمنه البلدي. الحاجات دي يا جماعه من الحاجات اللي بتزود تاثير الكركم في الجسم. كمان يا جماعه من الحاجات اللي بتزود تاثيره ان انا اتناوله مع حبه البركه. اما الطريقه الاشهر يا جماعه لزياده تاثير الكركم في الجسم هي اضافه الفلفل الاسود، لان الفلفل الاسود بيحتوي على مركب اسمه البايبرين، ده بيزود قدره الجسم على امتصاص الكركمين من الكركم والاستفاده منه. كمان البايبرين من الحاجات اللي ليها خواص مضاده للالتهابات، خاصه التهابات المفاصل، وبيقلل الحساسيه بتاعه مستقبلات الالم في الجسم. وكمان البايبرين من الحاجات اللي بتقتل الخلايا السرطانيه وبيقلل ظهورها في الجسم، وبالتالي بيعمل ايقاف لتطور خلايا السرطان بتاعه الثدي لدى السيدات. كمان البايبرين يا جماعه من الحاجات اللي بتعزز نشاط الانزيمات الهضمه في الجسم، وبالتالي تسرع وتحسن عمليه الهضم. في دراسة علمية اتنشرت قالت ان اضافة 20 مللي جرام، يعني حاجة قليلة جدا، من البايبرين ل 2 جرام من الكركمين تديني كل التأثيرات والفوائد اللي انا قلتها من شوية. طيب احضره ازاي؟ اول حاجة هجيب ربع كوب طحينة مع ربع كوباية عصير ليمون مع معلقة زيتون كبيرة مع 2 كبار من المية مع معلقة خميرة صغيرة مع نص معلقة عسل أبيض ومع نص معلقة كركم صغيرة مع ربع معلقة فلفل أسود صغيرة، وآخد من الخليط ده كله يا جماعة أحطه على بعضه وأحطه وأحتفظ بيه في التلاجة، وآخد منه 2 معلقة صغيرة 2 مرات في اليوم. ممكن أعمل خلطة تانية يا جماعة، إن أجيب كوباية لبن وعليها 2 معلقة صغيرة من الكركم ونص 2 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وممكن اضيف على حسب الرغبه يا جماعه ليمون وزنجبيل وعسل حسب الرغبه، واشرب المشروب ده 2 مرات في اليوم. اتمنى من الناس كلها تكون فهمت الوصفات السحريه بتاعه الكركم، ورسالتي للناس بلاش تستخدموا المنتجات بتاعه الكركمين اللي بتتباع باسعار غاليه. كده كده حضرتك لو يعني خلينا كده بالعقل، حتى لو
المنتجات بتاعتهم دي العلبه مثلا تتراوح ما بين 300 جنيه واغلى. العلبه دي لو ب 300 جنيه حضرتك عندك المقدره انك انت تشتريها قد ايه؟ وهتفضل تاخدها لمده قد ايه؟ كمان ما ننساش ان المكملات الغذائيه انا قلت ان ليها تفاعلات دوائيه بتتفاعل مع معظم الادويه في الحلقه اللي فاتت، يا ريت نرجع نشوفها، وقلت كمان ان ليها اثار جانبيه، وقلت كمان ان ليها موانع استعمال، يعني في ناس ما ينفعش تستعملها، لكن الكركم كل الناس تنفع تستعمله بالطرق الطبيعيه اللي احنا ذكرناها. كمان يا جماعه الكركم من الحاجات الرخيصه جدا وبالتالي ليه فوائد كتير جدا، فما نسمحش لاي حد ان يمسك منتج طبيعي وعلشان طلع منه ماده يبيعها بالاسعار الباهظه دي، ولكن استخدامنا للمنتجات الطبيعيه افضل بكتير بكتير بكتير. ليه؟ لان هم كمان لما بيجوا يعملوا حاجه طبيعيه بيحطوا معاها شويه حاجات الجسم ما بيقدرش يتحملها، وبالتالي بتنشا الامراض وتفضل في سلسله متداوله من الامراض. رسالتي للناس، انتوا اللي بتخلوا الناس تستغلكم بشرائكم للمنتجات الغاليه في السعر، في حين ان البديل اوفر متاح بصوره سهله جدا. فيا ريت يا جماعه رسالتي للناس ان هي تبعد عن منتجات الكركمين اللي فيها استغلال جامد ليكم، وتلجا للحاجات الرخيصه اللي هي الكركم بصورته الطبيعيه، وتعمل الوصفات اللي انا قلتها. كمان يا جماعه رسالتي للشركات دي، بلاش يا جماعه استغلال في الناس، الناس خلاص تعبت، الناس ما عندهاش المقدره ان هي تستحمل الاستغلال ده. كمان انتوا بتحطوا المنتج معاه حاجات تانية مؤذية في الجسم. فأتمنى رسالتي تكون وصلت للناس، وأتمنى رسالتي تكون وصلت للشركات المنتجة اللي بتستغل حاجة الناس وحاجتها للشفاء من مرض معين في مقابل الاستغلال المادي. أتمنى من كل الناس تكون رسالتي وصلت، اتمنى من كل الناس ان هي تطبق الوصفات اللي انا قلتها في الحلقه دي، ونبعت الوصفات دي يا جماعه لكل الناس المحتاجه ان هي تشوفها. اتمنى الحلقه تكون عجبتنا، لو عجبتنا الحلقه ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه، ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشارك القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتوا في قناه صحه وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت، الف سلامه.